اختتمت جمعية سكان حي جبل عمان القديم جارة فعاليات سوق جارة لموسمه 16 الذي أقيم بالشراكة مع أمانة عمان الكبرى وجهات داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. واشتملت فعاليات السوق بالرسم على الخشب والأدوات النحاسية والتراثية والأزياء والحرف التقليدية والشعبية الأردنية. وقال نائب رئيس الجمعية خضر قواس إن السوق يكتسب سمعة دولية وحضوراً لافتاً من قبل السياح العرب والأجانب والمغتربين والمواطنين. احنا السنة الحمد لله زي ما حكينا بعد غياب رجع سوق جارة بقوة، وكان على المشاركين من كل المحافظات وكل المملكة، وعندنا كمان عدد الزوار اللي كانوا يجوا السنة حطم زي ما نقول رقم عالي إلى 14,000 بالجمعة الواحد، يعني كل يوم جمعة السوق بيفتح من 10 إلى 10 مساء، فدخل بين 10 إلى 14,000 زائر، ومعظمهم من الأجانب وعندك الخليجيين والمغتربين، فكان السوق السنة تنوع، والكل الحمد لله أهم شيء اللي موجودين بالسوق مشاركين باعوا وانبسطوا وبستنوا السنة الجاية عبين ما نفتح سوق جارة. سوق جارة يعني الصحيح أنه مفخرة وبإدارته وبشغلهم، لأنه بعد جائحة كورونا الناس كتير كانت متشوقة لسوق جارة، وسوق جارة هو تأسس نفس السنة اللي تأسست الجمعية، ومن لما تأسس سوق جارة والجمعية وإحنا بنشتغل معاهم وما شاء الله كل شيء كويس، السنة كان ممتاز. نهاية مشاركتي الثانية بسوق جارة هذا الموسم، وطبعا بعد الجائحة اللي مرق فيها الأردن الحمد لله إنه الإقبال ممتاز يعتبر، مع إنه كنا متخوفين أولها إنه ما يكون فيها الإقبال الشديد، بس نشكر الله إقبال شديد جدا. ويمكن أنا كمان في تميز بمنتجي إنه هو بدون سكر، هو معمول فلاحي بدون سكر، الإقبال عليه جدا رائع، الناس صارت متوعية لفكرة خطورة السكر في أكلنا، فصار الكل عم بيطلب منتجات صحية أكثر، وهذا بما إنه بزيت زيتون وبدون سكر كان الإقبال عليه ممتاز خلال هذا الموسم. يعني هذا السوق كنا بنستناه كتير، وقطعنا شوي من جائحة كورونا، عشان هيك احنا جايين بلهفة، وحتى يعني الحمد لله رب العالمين كان سوق كتير ناجح واموره كتير كويسة، والجميع يعني كان مبسوط والحمد لله رب العالمين. التقيت مع الجهة المؤسسة لهذا السوق أن نؤسس شارع يسمى بشارع الفنانين، حتى نحقق من خلال هذا الشارع وعبر فرشاتنا وألواننا الكثير من الجماليات التي قد لا تبدو للعيان ظاهرة للسائح، ولكن نحاول أن نجعلها ونجملها أكثر وأكثر. فاستغليت هذه الموهبة عن طريق الفن التشكيلي، والفن التشكيلي يعتبر هو علاقات صورية وسط مدركات الناس الحسية، ليعبروا عن طريق الألوان المفاهيميات الحديثة والدلالات اللونية لعمان الجميل.